بعدا شكرا لكم بزاف على استقبال الحار. شكرا لكم بزاف. جينا لقينا واحد فرحه اخرى ديال سيدنا فرسفنا البرقيه الحمد لله. واحد فرحه اخرى اللي كنهديو ليها الميداليه الفضيه, وان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله الخير القدام ان شاء الله. شي كنت كيساندني من داخل ارض الوطن, خرجوا ارض الوطن. شكرا لهم بزاف, ونتوعدكم ان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. الله يحفظكم. السلام عليكم. شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. شعور ديالي الحمد لله بخير, وماشي غير شعور ديالي على الميداليه, صراحه احسن شعور هو بعد الرساله الملكيه اللي سيدنا نصره الله يعني في كل مناسبه كيعطينا هذه الرسائل الدينيه اللي كتكون واحد الحافز لينا, وان شاء الله هادشي كيحفزنا باش نعطيو نتائج اكثر ونفرحوا المغاربه بزاف اللي كانوا متبعينا. ومعكم عز الدين النويري تخصص دفع الجله, وهذه هي الميداليه الرابعه الحمد لله في الالعاب الاولمبيه, وشكرا لكم بزاف. صراحه الرساله الملكيه كيف ما قلت راه ماشي سهل باش تاخذها, يعني راه هذه الحمد لله راه الرساله الرابعه لواحد الحاجه اللي كتكون غير في النفس ديال الانسان اللي غيحصل عليها وغيحس بداك الشعور. ماشي سهل باش تاخذ اربعه الرسالات الملكيه عبر اربعه الالعاب البارا اولمبيه. هذا واحد مفخره ليا, وهادشي كيشجعني باش نزيد نعطي ان شاء الله اكثر. زبيد هم وبدا عيمي وبدا اولمبي تقنسكو صعب زايا يا ايا تركيا ذهنيه ديالو تقنسكو صعب معي بكاتي بدل كنسكو وزاد طبيعة ودينيو والتحيم أوي أوي هذا كنسكيو زي ما يدينا أنا يا سيحانين زي بنا كنزمي داي ثلاثة دهبيات استدي في ديات وصل وصلين وحظيات هذا كم ديمي دايات فرحاني به بمساعدة لأم وزاوة زميلنا صالة تقينات لبدوية دائم ميكن عمزي تقين موعدو صعب معي بإذن الله ما نزيبو معي ذات ميدايات تقين سكرو تقين عود تقين سكر صعب زايا كن هديو هذه ميدالية تكنسكو صعب معي بكاتبة صعب معي تكن عندو اهتمام بألعب بالأولمبية بايز تكنسكوهم تكنسكو إعلاميين لدينا عيم وقبة ألعب بالأولمبية بايز دموح دينا بأننا ما هنزيبو ما عدد ميدايات لأولمبياد زي كينا زيبدو يوزنز لكل يوزنز. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد العوني رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص وذوي الإعاقة. فنعتبر أن النتائج اللي حصل عليها المنتخب الوطني في الألعاب البارا أولمبية باريس هي نتائج جد إيجابية وتعتبر تاريخية, حيث عدد الميداليات المحصل عليها هي 15 ميدالية, وتم تحطيم رقمين قياسيين عالميين وتحطيم رقم قياسي بارولمبي. كما أنه نفتخر ونعتز بالبرقية والتهنئة ديال سيدنا الملك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله, واللي غادي تعتبر هاد البرقية هي مصدر ديال الاعتزاز وافتخار, واللي غادي تكون غادي تحفز الرياضيين باش يديروا ما في وسعهم باش ان شاء الله يمثلوا المغرب ويرفعوا رايه ديال الوطن في المحافل الدوليه الكبرى. ايمن الحداوي مشارك في 400 متر و100 متر. الحمد لله كنبغي نشكر جلاله الملك محمد السادس على هاد برقيه التهنئه اللي حفزاتنا بزاف, وكانت عندنا اغلى من الفوز اللي فزنا به, وهذا كيشرفنا كرياضيين ناخذوا هذه الاهتمامات, والحمد لله كيشرفنا نزيدوا القدام ونخدموا اكثر ونهزوا الرايه ديال البلاد عاليا.
في الاستحقاقات القديمة، وكان الفوز ديالي وديال الأصدقاء ديالي فوز كبير، وجينا مشينا بوفد صغير وجبنا أكبر عدد ديال لي ميداي الحمد لله. وكنبغي نشكر الجامعة الملكية، الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية إدماج، ومركز بورغون، وكنبغي نشكر جلالة الملك محمد السادس على برقية التهنئة، وكنبغي نشكر وزارة الشباب والرياضة أيضا اللي كانت واقفة معنا في التحضيرات الالعاب البارا اولمبيه خلال المده كامله، وكانوا كيسهروا حتى هما ايضا على الراحه ديالنا، وكنبغي نشكر المغاربه كاملين على الدعم ديالهم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.